طعنت صاحبتها أكتر من 100 مرة عشان تسرق الجنين اللي في بطنها. تايلر باركر عندها 29 سنة وأم لطفلين. تايلر أوهمت الناس كلها إنها حامل، وده من خلال البطن السيليكون اللي اشترته. فضلت تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها حامل وبتشارك الناس، بس كل ده طبعا كذب، وبطنها دي كمان فيه. تايلر بقى كان عندها واحدة صاحبتها اسمها سايمونز هانكوك، عندها طفلة وحامل في مولود جديد. نشرت سايمونز الخبر على الفيسبوك وعرفت تايلر ان هي حامل. ويوم 9 اكتوبر في 2020 راحت تايلر لصاحبتها سايمونز علشان تبارك لها عن مولود الجديد، وهم قاعدين مع بعض وبيتكلموا فجأة قامت تايلر واعتدت على صاحبتها وطعنتها اكتر من 100 طعن. ومش بس كده كمان، دي شقت بطنها وطلعت الجنين اللي كان عمره وصل لـ8 شهور. وبجبروتها طلعت ومشيت من البيت عادي، طلعت ركبة العربية برضو عادي وحطت الجنين على رجلها. وهي في الطريق قابلها ضابط، واللي كان بعيد عن الجريمة بـ15 كيلو بس. استغرب الضابط من الدم اللي كان على لبسها لما شاف الجنين، سأله. ووقتها قالت له ان هي ولدت في العربية دلوقتي ومحتاجة تروح المستشفى، وفعلا وصلت المستشفى وبعد شوية مات الطفل. تايلر كانت رافضة انها تعمل اي فحوصات، بس الدكاترة صمموا على ده. وبعد الفحوصات اللي الدكاترة عملوها عرفوا ان تايلر اصلا عجز عن الانجاب مرة تانية. ايوة مرة تانية، لان انا اصلا كنت قلتلك ان هي عندها طفلين. ده غير بقى اصلا ان الشرطة كانت عرفت ان في واحدة اتقتلت وعرفوا هويتها. بس المفاجأة بقى ان تايلر اصلا اعترفت وقالت انها قتلت صاحبتها، بس ما قالتش ايه الدافع، واتحكم عليها بالاعدام. الشرطة قالت ان تايلر كانت اصلا مواظبة بقالها اسابيع انها تزور المستشفيات عشان تقعد مع الحوامل وتتكلم معاها، واخدت مواعيد في بعض العيادات وفعلا شافوها هناك. ده غير ان بقالها فترة بتتفرج على فيديوهات ليها علاقة بالولادة الطبيعية وقيصرية. ممكن جدا يكون الشر على هيئة ناس حوالينا، بس المهم اننا نفضل طول الوقت مركزين في اي علامة ممكن تكون اشارة لينا قبل فوات الاوان. بس يا صديقي ما تنساش بقى تقولي في كومنت، هل فعلا كان في حياتك الشر اللي متجسد في صورة انسان؟